الحالات اللي بيترفض فيها التصالح في مخالفات البناء؟ اللي بيترفض فيها هي طبعا اول حاله يعني بشكل قاطع وبنص القانون، اللي هي لو المبنى مخل للسلامة الإنشائية. يعني هو مش آمن ومش سليم إنشائيا، ده بيبقى بياخد رفض على طول، لأنه طبعا من مستندات الهامة للتصالح أنه يقدم تقرير بالسلامة الإنشائية للمبنى أو الوحدة. فده أول حالة. الحالة الثانية لو المخالفة على أرض هي خاضعة لقانون الأثار أو قانون حماية النيل والمجاري المائية، برضو دي محظور التصالح عليها. من المحظورات، وده الحظر الثالث، اللي هو لو تغيير الدور يعني الوحدات المخصصة جراجات لأي غرض آخر. وعايز أقول إن دي اللي صادرة بالرخصة. يعني هو لو معاه رخصة وفيها جراج أماكن مخصصة للجراجات وتم التصالح عليها، دي اللي هيبقى يعني في حظر إن هو يتصالح عليها. الحالة دي خارج منها بالنسبة لأجهزة المدن، وده كان تصريح لمعالي الوزير، في طبقا لقواعد الهيئه في 40% من البدرومات بيسمح فيها بانشطه الجيم او انشطه اخرى، هيسمح بالتصالح عليها السكني، سكني فقط. هيسمح بالتصالح. لكن عايزه اقول ان دي مش مخالفه للقانون او المحظورات. انهي حالات بقى تاني كده؟ اللي هي مش مخالفه للقانون، اللي هي حظر التصالح على الاماكن المخصصه لاواء السيارات. لا، هي بالفعل هي طبقا لقواعد الهيئه، الهيئه بتسمح، هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتسمح ب 40% انشطه جيم او انشطه يعني بس غير سكنيه. بس انشطه شخصيه ولا مجرد هي تجاري؟ هي بتبقى شخصيه للمبنى نفسه. يعني جيم بيعملها صاحب المكان، يعني على سبيل المثال، يعني هو بيخصص في البدروم اماكن لاواء السيارات حوالي 60%، ال 40% دي بتبقى مخصصة للأنشطة غير سكنية وآمنة، وبتبقى لصالح نشاط للمقيمين في المكان نفسه، فهيتصالح عليها لتحويلها للسكني. طيب دي برضو حاجة ممتازة. نرجع تاني للحالات اللي بيتم فيها بالمدن الجديدة. المدن الجديدة، ممتاز. ايه بقى كمان الحالات اللي بيتم فيها رفض التصالح؟ هم الثلاث حالات اللي قلت لحضرتك عليهم، اللي هي المخل بالسلامة الإنشائية، الأراضي الخاضعة للأثار، الأراضي خاضعة لقانون حماية النيل والمجاري المائية، التغيير الاستخدام من جراج غير أي غرض آخر، وهو وارد في الرخصة أن هو جراج، يعني معاه رخصة وهي الأماكن دي جراج، مستخرجة جراج لكن هو مخصصة لأواء السيارات المبنى. ممتاز.